أيضاً جزئية أخرى أريد أوضحها، شفت العلامات هذه كنا حاطينها فوق السقف، فطبعت يوم شلنا الخشب ومرقمينها حسب توزيعنا الكهرباء وكاتبين عليها بحيث إذا فكينا الخشب تكون واضحة، لأن كان فيها بلاستيك لاحظتوها. هذه الجزئيات بسيطة توفر عليكم وقت كثيرة. أهم شيء فيها يعني هذه سليفات، عبارة عن سليفات في دورة المياه لاحظتوها. هنا مغسلة أم حاطينها حسب اللغة المشتركة بيننا، عندنا 2 انش هنا. فهذه التفاصيل تقدرون تضعونها ماركر بسيط سعره 5 ريال أو 6 ريال أو 10 ريال أي كان، تجي وتعلم السقف قبل الصف بحيث تكون الأماكن المواسير ولا العلب سواء مدفونة أو غير مدفونة واضحة.